انا طلعت ودكتور علاء طلع وياي، نزلنا الدرج، فاتفقت ويا سيدي قلت له تروح بهيك مكان توقف. اشتريت مسدس وجيت ضميته بالبيت، سيدي لبست بدله ستره وخليت المسدس، جوزت بحيث ما يبين. فاثناء ما افترت ورا الكوبستان يعني مزرعه، سحبت اقسام طلقه وحطيته هنا أنا. بس من ضربت يعني ما اعرف وين طاحت، ضربته وقع وضربته بعد طلقه ثانيه. اتهم احمد كاظم علوان مزعل مواليد 1982 اسكن قريه التاجيه محافظه بابل، اعمل جامعه بابل، موظف كليه طب الاسنان. دكتور علاء تعرف عليه من احد الاساتذه ويانا، اجى كلفني بنقل له، انقله من محافظه بابل لمحافظه ديالى. فاني خططت له بغير شيء سيد التخطيط، انا مخطط قبل اسبوعين لهاي العمليه، مشتري سلاح، رحت للشا واشتريت مسدس وجبته قبل اسبوعين ضميته بالبيت سيدي. بس بيوم الحادث الخميس ما يعني ما نيتي بنفس اليوم، من حكى وياي وقال نروح على مود نقلتي، على مود نقله سيدي، انا صار ببالي اقتله، يعني خط اجت ببالي اقتله اليوم نفس الخميس. فقلت له سيدي خلي اسوي زمنيه واطلع، سوي زمنيه وخليتها، قلت له انت روح لعندي، هو حتى ويعرف العميد ما يقبل نطلع يعني خارج الا بالوحده ونص، قلت له اطلع منا روح انت قبلي او وراي، تعال انا راح اروح انتظرك يم مطعم الجامعه اللي هو ركن سيدي. هو انا خططت قلت له على مداخل سيارته، لان سيارته 020 وانا قايل هاي خطيبتي، قايلها انا يعني حاتي زينه وعندي املاك وعندي سيارات هيك سيدي، فما يقارب سيارته يعني سعرها 3 شدات هيجي، قلت اذا كملت ابيعها واصرف فلوسها. فانا طلعت ودكتور علاء طلع وياي، نزلنا الدرج، فاتفقت ويا سيدي قلت له تروح بهيك مكان توقف، تنتظرني بهيك مكان يم مطعم مال الجامعه، راح ينتظرني هناك دكتور علاء. فانا طلعت من باب التمريض مو من باب الكليه، على باب التمريض وطلعت على باب بحيث يعني انت التقي به هناك خوفا من العميد، يعني ما اريد يجيبون شك علي يطلع وياه من الكليه من يعني نفس الكليه، واطلع. رحت له هناك سيدي وقفت له هناك، هو اجى بالسياره طبق علي، صعدنا انا سيدي اثناء هذا الطريق فقط سالني سؤال، قلت خلصت اياها لو لا؟ يعني اثناء هذا الحديث قلت له ان شاء الله اعتبرها شغله منتهيه. سيدي انا ما شايل سلاح بالبيت، فقلت له روح للبيت. انا نزلت سيدي لبست بدله ستره وخليت المسدس، جوزت بحيث ما يبين سيدي، وخلينا طلعنا صعدنا. قال هسه وين بطريق؟ قلت له الطريق على 80 افتر. رجعنا سيدي منها طلعنا على 80 ورجعنا على الساده بخطه، وعلى هو على بزل، هو يعني الساده يربط يوسطك البني البزل مال بني اساله. وصلنا لهنا انا، قال وين بيته؟ قلت له بهذا الفرع سيدي. فنزلنا ما حكى، هو نزلنا بالشارع لانه هو بستان وحيث واضح يعني حسب باله، قلت له بيته جوا بالبستان، هو ما يندى المنطقه من اهل دياله ما يندى المنطقه. نزلوا يعني وصلت للمكان سيدي المقصود، التبي رميته بي سيدي. فقلت له عد انزل شوي اقضي حاجتي هنا، واريد بطل ماء المي. انطاني قال عدان انزل اشرب سيجاره، نزل قام يدخن. السياره متوجهه وجهك على الشارع. فاثناء ما افترت ورا الكوبستان يعني مزرعه، سحبت اقسام طلقه وحطيته هنا. اجيت عليه قلت له رفعته على وعلي، قلت له امشي. بس قال لي هاي شنو؟ بس هيك بس ما حكى، بس قال لي هاي ليش هاي؟ بس هاي شنو هيك؟ هاي شنو؟ هاي شنو هاي؟ نزل قلت له انزل هناك وقف سيدي. ضربت نزل يشرب سيجاره، انا رجعت لين ما وصلت هنا سيدي، هاي السياره هنا واقفه، هو هنا أنا واقف سيدي. فسحبت مسدس علي قلت له امشي انزل امشي تحرك. قال بس سيدي بس شال ايده يعني ما حكى، بس ايش قال؟ بس قال لي ان شاء الله اخو ماكو شيء. بس هاي جبت سيدي هنا أنا نعم سيدي. اجى سيدي هو يمشي وقف هنا أنا. هنا أنا سيدي وقف، وانا وقفت هنا أنا. هنا أنا سيدي هنا أنا وقفت سيدي. وقع اثنيا سيدي، ضربته ووقع. انا خليها سيدي بسرعه ركضت، ذبيت المسدس على الـ على الـ على الكوشن، افتريت صعدت لقيت البصمه وهو هي وجداح يم الجير، طلعت لي قدام مسافه افتريت ورجعت سيدي.
سلاح بيدي بالشكمة، شلته من الكوشن، شلته وصلت يعني كفد مكان شمرته سيدي بالبازل، يعني مقابل الجثة من هاي الجهة ما يقارب 3-4 شمرته. دي بعدها طلعت صعدت الشارع سيدي، اكو يعني 10 من صعدت، لقيت باكيت مال كلينس شمرت المسار، لقيت فد هيك دوب شمرت اكو علاقه سيدي مشدوده ما اعرف ايش بها، يعني علاقه هيك زمتها سيدي بس لي قدام. صعدت الشارع اخذت المسافه اكو علاقه هيك ما اعرف ايش بها، يعني هيك جوا هو علاقه يعني هيك شادها ما اعرف، علاقه شلتها شمرتها وانا امشي. طلعت بعد لي قدام مسافه يعني قمت ادور، لقيت الكتالوج مال السياره بالشكمكه، هم شلتها سيدي وشمرتها، كلينس شمرتها من السياره، اكو هي دب على السياره العدة شبول هم شمرتها سيدي، خليته وطلعت. رجع سيدي للشارع مال الشارع الجبل عندنا، حطت لها نايلون الكوشنات بحيث على الجديده، وكملت ورجعت هم على 80 سيدي، سويت مكاتبه بحيث السياره تصير جديده ما حد يحاسبني عليها، اقول لهم اليوم مشتريها جديده، وخليت وطلعت الكربله، رحت بحيث عندي هاي ابنيه خاطبها نتعشى بكربله، دخلت الكربله سيدي وصلت المكان نسيته يعني بالكربله مطعم، نزلت وقت السياره ونزلت، هم طبقوا سيارتهم قدام وانا نزلت، دخلنا جوا قعدنا تعشينا كملنا وبقينا قاعدين ما يقارب لل 11 ونص سيدي قاعدين. فقمت سيدي شغلت السيارة وطلعت بصف السياج مال النسيج، وركنت السيارة طفيتها وعفت السويتش بيها وطلعت سيدي راس الشارع، أجرت التاكسي وطلعت للبيت وصلت. فمن هناك سيدي وصلت بسرعة، دخلوا علي الاستخبارات والتحقيقات، القبض عليه.